اتفاقية التجارة العالمية اللي أنا كنت حاضر فيها وكنا موافقين عليها في مجلس النواب ساعتها، المفروض كل الشروط بتاعت الاتفاقية تطبق على كل الأعضاء المشتركين. إحنا استثنينا دول أوروبا وبنتعامل معاها بطريقة إن إحنا رفعنا الجمارك عنها ولسه بقية العالم بنفرض عليهم جمارك وبنزود الجمارك. ليه؟ عشان أشتري المنتج بتاعه اللي أغلى 4-5 أضعاف ومش بنفس الجودة بتاعت آسيا دلوقتي. دكتور أحمد شاوي، ممكن ألاقي القمح مقابل الروبل؟ في الفترة الحالية زي ما قلت لحضرتك هيتم من خلال الصفقات المتكافئة حاليا. دي زي ما قلنا في البداية الصفقات المتكافئة حاجة عقد قصاد عقد، والاثنين هيكونوا بنفس القيمة. ولكن هيكون طبعا السلع مختلفة. ده اللي هيكون في الفترة الحالية، وبرضه احنا في انتظار ان البنك المركزي المصري يبتدي خلال الأيام المقبلة ان هو يسعر الروبل تحديدا مقابل يدرجه طبعا بنك مركزي هنا المصري. لسه ما عملش هيبتدي في الفتره المقبله لان خلاص انت اخذت موافقه من البنك المركزي الروسي. ولكن في نقطه مهمه كنت حابب اكد عليها مع استاذ احمد. العمليات اللي كانت بتتم والرقابه على الدولار، لو ناخد بالنا البنك المركزي المصري خلال الفتره الماضيه لاحظنا ان كان في بعض التلاعبات اللي بتتم من خلال كروت الفيزا بره وتسحب بيها حوالي 55، وابتدى البنك المركزي هنا يضرب بيد من حديد على المتعاملين بالكروت خارج نطاق الدوله وهم اصلا موجودين جوه. وبالتالي هنا مش عايزين نغفل دور البنك المركزي المصري من خلال ادواته الرقابيه اللي ابتدي بيتعامل بيها، ابتدى يوقف المتعاملين بهذه الكروت خارج الحدود، لان زي ما حضرتك اشرت برضو ان بتتم عمليات الارهاب تحديدا الاقتصادي خارج الحدود وليس من داخل الحدود. دي كانت احد اللي من داخل الحدود اخطر، وهقول لحضرتك دلوقتي بتتم ازاي. تمام يا فندم. وبالتالي دي كانت احد اشكال هنقول ايه الرقابه والضرب بيد من حديد على المتعاملين. وكمان في نقطه مهمه اللي عايزين برضو نشور ليها ويمكن الاستاذ احمد يوافقني عليها، وهي عقود التحوط اللي ابتدى البنك المركزي يبتدي يشتغل عليها خلال الفتره دي عشان يبتدي يساعد المستوردين في التسعير السليم، وهيقلل بقى من تذبذبات الدولار. طبعا تذبذبات سعر الصرف، ويبتدي هنا يبقى في تسعير حقيقي للدولار من خلال العقود التحوط مقابل عمليات الاستيراد او عقود الاستيراد اللي هتتم. طيب استاذ احمد شيحه، السلع هنا لو انا بتكلم على تعاملنا مع روسيا خلاص بالروبل، تكاليف السلع هنا وتاثيره ده على الداخل او على السوق يبقى ازاي؟ هو اللي بيقول احمد بيه كان الاول في الصفقات المتكافئه في الستينات والسبعينات، بس دلوقتي بقت موضوع الصفقات المتكافئه مش موجوده. لان انا لما باخد صفقه متكافئه لازم اقيم السلعه دي في مقابل السلعه الثانيه. تسعير السلعه في نفس البلد بيختلف من مورد لمورد. لا ولكن أنا الاساس عندي القمح رقم واحد. القمح رقم واحد وبقيه السلع، كل السلع اللي احنا بنجيبها من روسيا سواء السلع وعندك مواد الغذاء او كيوف كلام كل الكلام ده كلام مظبوط. النهارده احنا بنقول الجنيه في مقابل 2.3 روبل. احنا خلاص ثبتنا هنتعامل معاهم على المراحل الجايه وعلى السنين الجايه على السعر دوت. مش هنيجي النهارده نقول اللي بقى ب2 و3، لا ده بقى ب5، ده بقى ب6، او الجنيه انخفض بقى هنثبت ده خلاص. انما الدولار والتلاعب في الدولار انت كل ساعه بتسمع سعر. فدي من الحاجات المهمه جدا ان انت لما بتعمل تعاقد والبضاعه بتيجي لعن اي دوره شرائيه او اي دوره استيراديه او اي دوره انتاجيه ما تقلش عن 6 شهور عشان تستقر وتحطها في السوق. فانا النهارده لما بتعاقد ده من بعد 6 شهور البضاعه جايه لي بالسعر دوت، عرفت احدد، عرفت اسعر، عرفت ابيع في السوق، عرفت احط هامش السعر ونعمل كنترول على الاسعار المجنونه اللي ملهاش اي داعي دلوقتي. هل ده يزود صادراتي؟ هو يزود صادراتك ويزود وارداتك كمان من السياحه مثلا كمان. يعني السياحه وانت على فكره مصر مهيئه في الفتره دي لان السائح الروسي بيحب مصر جدا وجوها العظيم. احنا 25 وهنا النهارده لما اقول له ادفع بالروبل ادفع بالروبل هيبقى مع الموضوع سهل جدا. ادفع بالجنيه بقى الموضوع يبقى سهل جدا. التكلفه هتبقى ارخص لان هو لما كان بيحول بالروبل قبل الحرب كان الروبل مقابل الدرام 150. اثناء الحرب واثناء ان العالم كله بيحارب روسيا دلوقتي بتتكلم في 65-70. يعني نزل قيمه الدولار قدام الروبل النص تقريبا رغم العقوبات اللي على روسيا. ده عقوبات ما يتحملهاش بشر، ولكن ان شاء الله ربنا ينصر روسيا على القوم الظالمين. اللي انا عايز اقول لحضرتك لو احنا قدرنا نخرج من بتقول السياحه طبعا ده مورد مهم جدا جدا. يعني ان النهارده تكلفه بدل ما كان بيحول الروبل ودولار عشان يدفع، لا ادفع الروبل يا سيدي او تعالى بالجنيه. واحنا اقرب ليه وهم من عشاق مصر بيحبوا مصر جدا وجوه مصر. السياحه هتزيد ضعفين او 3 اضعاف على طول. لان السياحه الروسيه
اللي بتطلع تركيا 4-5 أضعاف اللي بيجي لنا هنا. فاحنا لما نبسط لهم الدنيا وتعالوا وخلاص، مش عايزين دولار، مش عايزين فيزا، ومش عايزين كل العقوبات اللي وصلت دي تطلع في مصلحتنا في المقام الاول. موضوع الفيزا ده مهم، لان هم بداوا يعملوها مع اشقائنا في دول الخليج، الغاء الفيزا ما بين روسيا ودول الخليج. ما هم بيتعاملوا بالسعوديه والامارات بميرا دلوقتي، او اسمها ايه اللي بالروسيه، عملوا فيزا اسمها ميرا بيتعاملوا بيها دلوقتي، وبتتعامل بينهم وما بين الدول اللي حصل فيها اتفاقيات. نفس الكلام ده ينطبق على برضه السائح الصيني. سائح مهم جدا وعدده كبير جدا، احنا بيجي لنا منه بيطلع كل سنه من الصين حوالي من 30-40 مليون سائح. 100 وشويه السنه اخر مره، 100 وشويه. احنا بقى بيجي لنا كام؟ 120 مليون النهارده لما يجي لنا بقى جزء من ال 120 مليون، 2-3 مليون من يومين، ده هتنعكس. زائد بقى لو تعاملنا بالعملات الاخرى، انا بقول لحضرتك الاسعار هتنزل بكره 30-40%. بكره لو قلنا البضاعه دي اللي كنا بنجيبها بالدولار اللي هو متجنن وكل شويه، بس ما تلحقش يا فندم. لا ده النهارده احنا ممكن نتعاقد على بضاعه في المراكب في البحر. لو بضاعة بتتجه النهارده نتعاقد عليها، اقول له انا هتعامل معاك بالروبل، وبالفعل بعض المتعاملين مع روسيا وانا مع الصين وانا منهم بدات اخد افتح اعتمادات بالايوان الصيني، ودي منتظرين بس بدات يا فندم جاي لي فاتوره بالايوان الصيني.